بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين اينما كنتم وفي كل مكان في موقع تكسير العظام الثانيه. الاولى تاهل بها الى النهائي نادي ايرس لاينز، الان الفيصلي امام نادي عمان اف سي. مباراه لا تقبل القسمه على اثنين، لمن ستكون الكلمه الاخيره في هذه الملحمه الكرويه؟ الفيصلي امام نادي عمان اف سي. عمان اف سي والفيصلي، الفيصلي الذي انتصر البارحه على نادي اليرموك والذي خرج نادي اليرموك بسباعيه ليله البارحه بعد خسارته بسبع اهداف. عمان اف سي الان امام نادي الفيصلي. كما قلنا عمان اف سي تاهلوا بعد يعني عدم قدوم نادي الاتحاد، واليرموك خسر امام نادي الفيصلي. لتنطلق هذه المواجهه الكرويه، الفيصلي عمان اف سي في هذه اللحظات. عندما نتحدث عن الفريقين قدموا اداء كبير جدا وقدموا اداء ممتاز للغايه. احسان شردم يلعب كره الى سيف صندوقه، طوليه الى الامام اقرب الى سيف عاشوري، من سيف الى حمودي سيف، كره بالكعب الان انطلاقه عبر اللاعب هاشم الحافي في هذه اللحظات، اقرب لها عبد العزيز المسعفي لتذهب الى رمي التماس، تنفذ سريعا تسديده على الطاير ولكنها بعيده، كان البحث عن اللاعب الخطير ليث جبر الذي يشغل مركز الجناح الايسر. احسان شردم، عون الحنيطي، عون الحنيطي واحسان شردم، تنفذ الكرة سريعا الان في المنتصف الى اللاعب ليث العجلين، طالت على ليث، تذهب الى رمي التماس، تعود حاتم العبادي براسية، هادي صالح، هادي الحكم يطالب هادي بالعودة من أجل تنفيذ رمية التماس. هادي أقرب لها عبد العزيز المسعفي، عادت إليها مسلحات، خطأ لصالح أيها مسلحات في هذه اللحظات. هذا هو أيها مسلحات، كما قلنا إيريك أبيدال في الانطلاق والاستلام والتسليم، عون الحنيط على التنفيذ، عون الحنيطي قدم دور دفاعي كبير المواجهة الماضية. تعود الكرة سريعا عبر عون الحنيطي، عبد العزيز المسعفي يحاول قطع الكرة ولكنها تعود إلى الجهة اليمنى لتذهب إلى رمي التماس، تسلم إلى هادي صالح، تعود عون الحنيطي أيها مسلحات، من هناك أقرب لها محمد الشهوان، أيها مسلحات، هادي صالح، طولية من هذه إلى أيها مسلحات، ولكن الكرة من هذه الجهة يبحث فيها نادي عمان اف سي عن كرة عرضية، تنفذ الآن ولكن مرت بسلام لتذهب بدورها إلى رمي تماس أخرى إلى هادي صالح. تعود الكرة الآن انطلاقة، هذا هو احسان شردم، احسان شردم الى الامام، محمد الشهوان راسيه، سيف عاشوري تبعد الان لتسلم على الجهه اليمنى، هذا وهي مسلحات، اقرب لها هادي صالح، عبد العزيز المسعفي يحاول قطع الكره تقطع ولكنها تذهب بدورها الى ركله مرمى. اذا هذه المواجهه الثانيه لرؤية من سوف يتأهل لملاقاة ايرس لايونز في النهائي ولملاقاة الحسين اربد في تحديد المركز الثالث. خطأ في هذه اللحظات لليث العجلين، حاتم العبادي وليث العجلين، هذا وليث، عبد العزيز المسعفي بترك الكرة لعون الحنيطي، عون الحنيطي وسيف صندوقة، سيف صندوقة على التنفيذ، سيف صندوقة يمتلك يسارية قوية، سيف صندوقة، طولية من سيف صندوقة،
الى ليث اوه ليث العجلين حاول استقبال هذه الكره ولكنها مرت بسلام الى ركله مرمى. طبعا اليمان عباس كذلك حارس مميز بالنسبه لنادي عمان نفسي، يعني الفريقين يلعبوا على الهجمه المرتده، الفريقين يعتمدوا كذلك على الضغط العالي. هنا كما نرى الضغط العالي ياتي بخطا وركله ركنيه لصالح النادي الفيصلي. هل تكون انطلاقه للزعيم على ارضيه الميدان؟ تنفذ الكره الان راسيه عبد العزيز المساح في ليث العجلي تسديده ولكنها تبعد الان لتعود الى حاتم العبادي، اقرب لها هاشم الحافي خطا. هناك اصابه، نتمنى السلامه لحاتم العبادي، نتمنى له السلامه بعد الالتحام مع هاشم الحافي قبل قليل. طبعا يمتاز عمان اف سي بمنظومه كذلك الاطراف، الجهه اليسرى عليها هادي صالح بيلعب فيها بشكل كبير، على الجهه اليمنى تستطيع ان ترى حمودي سيف بشكل كبير، ولكن الفيصلي يعتمد على منظومه الوسط بشكل اكبر. حاتم العبادي، عبد العزيز المساعفه، وكذلك امامهم من؟ عبد الرحمن الكفوين الذي ينطلق من الجهه اليسرى ويخترق العمق. هذا هو ايهم سلاحات. ايهم سلاحات طوليه الى ليث العجلين، جابها ليث العجلين، لحق بالكره، يا سلام ممتازه لعبد الرحمن الكفوين، لكن دييغو ارماندو مارادونا، عبد الرحمن الكفوين على ستايل مارادونا يعني. محمد شهوان، محمد شهوان طولية إلى الأمام، حاتم العباد أقرب أيها مسلحات، يحاول إبعاد هذه الكرة أيها مسلحات بالتغطية الدفاعية. أيها مسلحات ركلة ركنية لعمان اف سي، مباراة مفتوحة منذ البداية، لا توجد هناك إغلاقات تكتيكية في هذا اللقاء. محمد شهوان على تنفيذ الضربة الثابتة، هل تكون هي البداية لعمان اف سي؟ لنرى. تنفذ الآن الرأسية والإبعاد عبر سيف صندوقة لتسلم مرة أخرى بتسديدة بعيدة كل البعد على شباك حارس المرمى سيف الشردم لتذهب بدورها إلى ركلة مرمى لصالح الزعيم. هذا هو سيف شردم يقدم دور كبير جدا على حراسة المرمى بالنسبة للنادي الفيصلي. أمجد أبو سويلم على الجهة اليسرى، تقطع سيف حمودة، محمد شهوان أقرب لاعون الحنيطي يقوم بإبعاد الكرة، تذهب إلى الهادي، إلى هادي صالح، هادي صالح، هادي طولية إلى الأمام ولكنها تذهب بعيدا من أمام ليث جبر إلى ركلة مرمى. سيف شردم أو حسان عفوا، هذاك سيف صندوقة الذي يلعب في المركز الجهة اليسرى، إحسان شردم. الواحد قد معلق صراحة، الواحد مخه طبخ من الآخر، أحكي لك إياها. أسماء 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 متتالية متتالية. تعود العون، عون الحنيطي، طولية للأمام، سيف صندوقة، سيف حاتم العبادي أقرب لها، سيف عاشوري، حمودي سيف في الانطلاق الآن، حمودي سيف بتسديدة ولكنها بعيدة. إذا ضغط متواصل على الجهة اليمنى في هذه اللحظات، الكرة تبعد من قبل إحسان شردم إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية، محمد شهوان رأسية لم تجد متابعة، تعود على الجهة اليمنى، هاشم الحافي محاولة البحث عن مساندة ولكن الكرة طالت عليه لتذهب بدورها إلى إحسان بركلة مرمى للنادي الفيصلي. النادي الفيصلي الآن تحت الضغط الكبير من قبل لاعبي نادي عمان اف سي في هذه اللحظات. صدام جرار أمام أمجد النباني وموسى عوض، هذا عون عبد العزيز المساعفة،
أيها مسلحات. عبد العزيز المساع في قطعت وعادت إلى رمي التماس. هذا وأيهم، أيهم طولية، عبد الرحمن الكفوين إلى أيهم، تمرير أرضية تستلم ولكنها تذهب إلى رمي التماس أخرى للنادي الفيصلي. أيهم طولية إلى الأمام إلى أمجد أبو سويلم. هون الحنيطي، طولية حاتم العباد أقرب لها، عبد العزيز المسافة، عبد العزيز ممتاز، عبد العزيز يعيد الكرة إلى أيهم، طولية إلى الأمام إلى عبد العزيز مرة أخرى. يا سلام على هذه الكرة ومحاولة الاختراق على الجهة اليسرى ولكنها تقطع عبر اللاعب المميز كريم أبو جبارة. رمي التماس، سيف صندوقة وحاتم العبادي، إبعاد عبر حمودي سيف إلى سيف صندوقة مرة أخرى، طولية إلى الأمام إلى الكفوين ولكن هنا الكرة تقطع لتعود مرة أخرى من بوابة اللاعب أسامة فرحات إلى حمودي سيف، ولكن طالت على حمودي سيف لتذهب بدورها إلى رمي التماس للنادي الفيصلي. المباراة تكتيكية، تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي. رمي التماس الآن، رمي التماس تنفذ الآن سريعة، أقرب لها أيهم مسلحات، أيهم إحسان شردم، إحسان طولية إلى الجهة اليمنى، هذا هو أمجد أبو سويلم. إحسان يطالب اللاعبين بالتقدم إلى الأمام من أجل الضغط في منظومة الوسط بشكل أكبر. هذا هو، هنا خطأ بحق اللاعب أيهم مسلحات بعد الالتحام مع حمودي سيف. تبديل للمراكز، كان حمودي سيف يلعب على الجهة اليمنى أصبح يلعب على الجهة اليسرى، وذهاب اللاعب ليث جبر إلى الجهة اليمنى. تعود الكرة الآن، تنفذ الكرة طولية ولكن إحسان يقوم بإبعاد الكرة لتعود إلى عبد العزيز المسعفة. ينطلق عبد العزيز ولكن قطعت من أمامه. ما زال نادي عمان نفسي يضغط بشكل كبير، أقرب لها طبعا أوفسايد، أوفسايد إلى النادي الفيصلي في هذه اللحظات بعد الضغط على الجهة اليمنى. ضغط كبير يقدم في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات. عون الحنيطي بيترك الكرة إلى سيف صندوقة، أيهم مسلحات على الجهة اليمنى، طولية من أيهم إلى أمجد أبو سويلم، هاتخذ بينه وبين عبد العزيز المسعفي بعدما طالت على أيهم. هادي صالح تعود إلى أمجد، عبد العزيز يا سلام، كرة إلى الخلف قطعت سريعا وسلمت إلى ليث العجلين، رأسية الإبعاد على مرتين وتعود من بوابة كريم أبو جبارة، أقرب لها سيف صندوقة، أسامة فرحات، محمد الشهوان، الشهوان سيف صندوقة قطعت، عادت أمجد أبو سويلم، أمجد تمريرة تبعد وتعود، كرة بالكعب إلى أيهم، أيهم أيهم، خطأ لصالح أيهم. لعبت إلى سيف صندوق الآن، تقطع من أمام سيف، هنا انطلاق هاشم الحافي، أوفسايد، أوفسايد على هاشم الحافي، إذن اللعب على الهجمة المرتدة بالنسبة لعمان وخط الدفاع المتقدم الذي يقدمه نادي الفيصل على أرضية الملعب. هنا ينطلق حاتم العبادي، حاتم العبادي عون طولية إلى الأمام جميلة إلى أقصى اليسار، أقرب لها اليمان عباس، اليمان
حاول الانطلاق الى هادي صالح. حمود سيف على الجهه اليسرى طوليه، اقرب لها سيف صندوق عون الحنيطي، تمريره ارضيه الى عبد الرحمن الكفاويين، ينطلق من امام اسامه فريحات، تقطع عبر اسامه فريحات وتذهب الى رمي التماس. كما قلنا كلا الفريقين ما زال المدربين على ارضيه الملعب متحفظين طبعا، الخوف من ان يحرز هدف اول. هناك الان ابعاد عبر حمود سيف، العامل البدني يلعب دور عودة حمود سيف من أجل التغطية الدفاعية، ونلاحظ كذلك لاعبين نادي عمان نفسي يعود من أجل التغطية الدفاعية بشكل كبير، وهذا يشكل عامل وعامل مؤثر كذلك على مستوى اللياقة البدنية للاعبين. لتعود الكرة الآن، تلعب رأسية، الإبعاد سلمت إلى أمجد أبو سويلم، ينطلق أمجد أبو سويلم يبحث عن مساندة، يلعب الكرة إلى سيف صندوقة، ينطلق سيف صندوقة، أخطأ بها سيف صندوقة، عادت إلى ليث جبر في هذه اللحظات، ليث جبر يستلم الكرة وطالت وتذهب إلى رمي التماس، هنا سيف عاشوري، سيف عاشوري، سيف، ولكن عبد العزيز المساعفي، عبد العزيز المساعفي هذا اللاعب كما قلت هو أفضل ارتكاز إلى حد الآن في البطولة. تعود الكرة سريعا، ليث العجلين، يا سلام، التقف كرة وحاول الانطلاق بها ولكن يتحصل على خطأ ليث العجلين، وهناك الآن تحذير للاعب كريم أبو جبارة. عون الحنيطي، 0-0 ما زالت بين عمان اف سي والفيصلي في النصف الثاني من نصف النهائي لبطولة كأس الأردن للشباب كرة القدم. كرة تلعب الآن لبعد عبر هادي صالح، هاشم الحافي، تعود الى حمود سيف ثم الى محمد الشهوان، اقرب لها امجد ابو سويلم يفتك الكره لتلعب مره اخرى الى ليث العجلين. ليث تعود ايها مسلحات، ليث العجلين لم يجد متابعه جيده لتذهب الكره الى رمي التماس. رمي التماس تلعب الى الامام، خطا، اعاده تنفيذ لرمية التماس الان بالنسبه للنادي الفيصلي. أيها مسلحات، أيها مسلحات، طولية إلى الأمام، رأسية والإبعاد، تعود في المنتصف، أقرب لها سيف صندوقة، يقوم بتشتيت الكرة سيف لتذهب إلى رمي التماس للاعب ليث جبر. أسامة فريحات، عادت إلى هاشم الحافي، عكسية، أيها مسلحات في الإبعاد، هادي صالح، ولكن الكرة تذهب إلى ركلة مرمى أم رمي التماس، لا هي رمي التماس. لنلاحظ بأن كلا الفريقين يلعب على الجهة اليمنى بشكل كبير، يعني أقصد جهتي أنا كمعلق، أي بمعنى هي الجهة اليسرى. لماذا؟ لسببين، طبعا الفراغ الذي يترك من أيهم على الجهة اليسرى بشكل كبير، هذا في المقام الأول. ثانيا تقدم هادي صالح بشكل مبالغ فيه، هذا يعطي الأفضلية لليث أن ينطلق على الجهة اليمنى بشكل كبير جدا. لتعود الكرة الآن بضربة ثابتة وخطأ لعون الحنيطي، عون في هذه الكرة، طولية من عون، رأسية والإبعاد، هادي صالح، أيها مسلحات، أيها أيهم، طولية من أيهم، أمجد أبو سويلم، عبد العزيز المسافي، امجد ابو سويلم يدخل في العمق، تعود الى عبد العزيز، ينطلق عبد العزيز، ممتاز عبد العزيز، كنترول رائع من عبد العزيز، يحاول الدخول ولكن الكره تقطع لتعود الى هادي صالح، طوليه من هادي صالح، انطلاقه في هذه اللحظات فيها خطيره، جول ليث جبر، يتقدم بهدف عمان اف سي، يتقدم بهدف عبر اللاعب ليث جبر في هذه اللحظات بهدف مارادوني، انطلق من منتصف الميدان واخترق الدفاع وحارس المرمى وسجل هدف ليتقدم عمان اف سي بهدف مقابل لا شيء. ليث جبر يتقدم بهدف مقابل لا شيء في هذه اللحظات. تعود الكرة الآن، رمي التماس،
طولية للأمام، هذا هو عبد الرحمن الكفاوين. 1-0. سيف صندوقة، طولية للأمام، ليث العجلين يستلم الكرة ولكنه لم يوفق بها. تعود الكرة الآن إلى رمي التماس، تسلم راسيد حمود السيف، محمد الشهوان، عادت إلى عون الحنيطي في هذه اللحظات، قطعت عبر عون وتدى بدورها إلى رمي التماس، تلعب تسديدة لم يوفق بها هاشم الحافي، تعود إلى سيف عاشوري، أقرب لها عبد الرحمن الكفاوين، محمد الشهوان، أسامة الفرحات، طولية من أسامة الفرحات إلى ليث جبر على أقصى اليمين، هاشم الحافي تسديدة، يا سلام إحسان شردم يقوم بإبعاد هذه الكرة لتعود مرة أخرى. نفذت. هناك هاشم الحافي، تدخل كان على أمجد أبو سويلم، نتمنى له السلامة. تنفذ الكرة سريعا الآن رأسية. تعود إلى اللاعب محمد الشهوان. تدخل من قبل أمجد أبو سويلم. كريم أبو جبارة بتركها لهاشم الحافي، طولية الإبعاد عبر عون الحنيطي والاستلام عبر عبد العزيز المساعفي. عبد العزيز، عبد الرحمن الكفاوين، عبد الرحمن الكفاوين ينطلق، عبد الرحمن الكفاوين أمام أسامة فرحات، تعود وتذهب إلى رمي التماس. إذن الفيصلي لم يسدد سوى تسديدتين طوال الفترة الأولى. عمان اف سي يقدم دور كبير جدا في المنظومة الدفاعية والهجومية وفي منتصف الميدان. انطلاقة وهجمة الآن، انطلاقة هنا محمد الشهوان، محمد الشهوان فيها 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 تسديدة. أوه. هدف ثاني لعمان اف سي في هذه اللحظات. عمان اف سي يتقدم عبر محمد الشهوان بتسديدة قوية سكنت الشباك. 2-0 إلى الآن. اثنين صفر لعمان اف سي على حساب النادي الفيصلي. اي مسلحات يلعب كرة الى امجد ابو سويلم، خطأ على الهادي صالح، هادي صالح يتحصل بدوره، عفوا امجد ابو سويلم على خطأ على هادي، لتعود الى عون الحنيطي. ارضية سيف عاشوري، سيف عاشوري حاول أن يقدم مستوى كبير ولكن سيف صندوقة بعدما حاول الاستلام. هيا مسلحات قطعت عبر حمود سيف. طولية إلى الأمام، تعود الكرة في المنتصف، عبد العزيز المساعفي أقرب لها سيف عاشوري، ليث العجلين وعبد العزيز، حاتم العبادي، حاتم العبادي ينطلق، حاتم العبادي يبحث عن مساندة ولكن أقرب لها سيف، لتعود إلى حاتم، تمريرة من حاتم إلى العجلين ولكن العجلين لم يتعامل مع الكرة التي تذهب بدورها إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. تلعب الكرة أرضية، بناء الهجمة من الخلف بتمريرات قصيرة، أسامة فرحات إلى الأمام، هاشم الحافي أقرب لها عون الحنيطي، طولية من سيف صندوقة، حاتم العبادي إلى أمجد أبو سويلم، يا سلام رأسية ولكنه كان في موقع تسلل.
أمجد أبو سويلم كان في موقع تسلل، حاول مباغتة حارس المرمى برأسية، ولكن طبعا كذلك اليمان عباس يقدم مستوى كبير على أرضية الميدان. تعود الكرة سريعا الآن، انطلاقة 1-2-3 ينطلق هنا، تدخل من عون الحنيطي على حمود سيف، ويتحصل عون الحنيطي على بطاقة صفراء. كرة تلعب عبر اللاعب حمودة أو محمد الشهوان إلى إحسان شردم في هذه اللحظات الذي يطالب اللاعبين بالتقدم. تلعب من إحسان، محمد الشهوان في الاستلام، سيف صندوقة يقوم بلعب كرة طولية إلى ليث العجلين، الإبعاد مرة أخرى، عونة الحنيطي في التشتيت أقرب لها، حمود سيف على مرتين ينطلق، وهناك خطأ لصالح النادي الفيصلي. النتيجة 2-0 على هذا الحال وعلى هذا المنوال، آيريس أمام عمان اف سي في الفاينل. الحسين إربد أمام الفيصلي، ولكن تبقى هناك صوت كامل. كرة القدم لا تعترف بالأرقام مبدئيا إلا في صافرة الحكم في نهاية اللقاء، لربما قد يتغير الحال، وهكذا يعلن الحكم عن نهاية الفترة الأولى بتقدم عمان اف سي على حساب النادي الفيصلي بهدفين مقابل لا شيء. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا من أجل استكمال الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في هذه الموقعة بين عمان اف سي أمام النادي الفيصلي، والتي انتهت بفترتها الأولى بتقدم عمان اف سي بهدفين مقابل لا شيء في النصف الثاني من نصف النهائي من بطولة كأس الأردن لشباب كرة القدم، والتي ننتظر أن نرى بها أداء كبير من كلا الطرفين في الفترة الثانية، لتعود مرة أخرى إلى اليمان عباس، رأسية عاشوري لتعود مرة أخرى، أسامة فرحات، أيها مسلحات، محمود الزعبي قطعت ولكن أوفسايد، هناك أوفسايد الآن. تعود الكرة الآن إلى ليث العجلين، طولية إلى الجهة اليسرى، عادت إلى حمودة، سيف أقرب لها، سيف صندوقة، تعود إلى عون، عون الزعبي أو عون، عفوا وين عون الزعبي، لا عون، عون الحنيطي عون الزعبي هذاك مع نادي الرمثة، ومحمود الزعبي كذلك في الخط الهجوم. محمود الزعبي بالنسبة للإحصائيات والأرقام لديه 3 أهداف في هذه البطولة، هدف في المواجهة الأولى، هدفين في البارحة، الفيصلي لعب البارحة أمام اليرموك، وهذه ثاني مباراة على التوالي أمام نادي عمان اف سي. كرة تعود الآن إحسان شردم، يعيدها لعون الحنيطي، طولية إلى الأمام إلى ليث العجلين، ليث العجلين قطعت من أمامه وسلمت إلى الجهة اليمنى، محاولة الدخول في هذه اللحظات، هذا هو سيف عاشوري، سيف عاشوري ينطلق ولكن تقطع من قبل اللاعب ليث العجلين. كرة عكسية تعود، ركلة ركنية الآن، محمد شهوان على تنفيذ الركلة الركنية، محمد شهوان، محمد شهوان ينفذ الكرة الرأسية والإبعاد من قبل أيها مسلحات، تعود إلى أسامة فرحات، إحسان شردم في الاستلام، إحسان شردم طولية للأمام رأسية ليث العجلين، تعود إلى حاتم العبادي أقرب لها، هادي صالح، سيف حمودة، حمودة سيف، ولكنها تعود إلى اليمان عباس، من اليمان عباس يسلم كرة طولية، عون الحنيطي أقرب لها بهذه التغطية وبهذا الأسلوب وبهذا التكتيك. طبعا محمود الزعبي انطلاق على الجهة اليسرى،
نحاولها على قدر الامكان. طبعا نذكر بان من سجل الهدف الاول زيد طبشات وليس ليث جبر. زيد طبشات من سجل الهدف الاول بالنسبه لي عما نفسي. والهدف الثاني سجل عبر اقدام محمد الشهوان، تعود الى ليث جبر. تعود كرة على الجهة اليسرى حمودي سيف، قطعت عبر ليث العجلين. ليث العجلين يبحث عن مساندة، عبد العزيز المساعفة، قطعت مرة أخرى، محاولة البحث عن مساندة حمودي شهوان. حمودي سيف أقرب لها مسلحات، أي مسلحات، تمريرة إلى الأمام، هادي صالح، هادي صالح، هادي في هذه التمريرة البينية الجميلة، ولكن كان هاشم الحافي متسللا لتذهب الكرة إلى اللاعب أمجد أبو سويلم. عبد العزيز المساعفة، هيا مسلحات إلى الجهة اليسرى، عون الحنيطي، لتذهب بدورها إلى خطأ للزعيم النادي الفيصلي. هذا هو عون، هناك تبديل، إخراج أمجد أبو سويلم وإدخال طبعا خالد الحيصات، قلب مدافع طويل القامة. كان بالإمكان المدرب أن يبدأ بخالد، خالد طويل القامة، قوي بدنيا، ممتاز بالكرات الهوائية. تعود الكرة الآن سريعة، سيف صندوقة أقرب لها طبعا كريم أبو جبارة اللي تقطع، تعود من أي مسلحات على الجهة اليمنى. هذا هو خالد حيصات، عكسية، ليث العجلين، عبد العزيز المسعفة، انطلاق أيها مسلحات، خالد حيصات، أقرب لها حمودي سيف بالإبعاد لتذهب إلى رمي التماس. ضغط متواصل الآن من قبل لاعبين النادي الفيصلي على حساب لاعبي نادي عما نفسي. عما نفسي بدأ يلعب بالدور الدفاع الآن والاعتماد على الكرات الطولية. تنفذ أيهم، حاتم العبادي، ينطلق حاتم على مرتين، يا سلام، يدخل حاتم العبادي الآن، محاولة تسديد، تسديدة ولكنها ترتطم في الدفاع لتعود مرة أخرى وتسلم إلى أيهم سلاحات. أيهم سلاحات قطعت من أمامه وعادت إلى ليث العجلين. ليث العجلين وسيف صندوقة، ليث عجلين بتركها للسيف صندوقة، ليث عجلين، سيف صندوقة، طولية للأمام، خالد حيصات، خالد حيصات على الطاير، يلعب الكرة مرة أخرى، فيها رأسية، فيها خطورة، فيها محمود الزعبي، هذه الكرة كانت منه ولكنها ترتطم بلاعب عما نفسي لتذهب إلى ركلة ركنية. إذن بطاقة صفراء بحق أحد إداري النادي الفيصلي في هذه اللحظات بعد الاعتراض على القرار الذي لعب لتعود الكرة سريعا الآن. تنفذ لصالح النادي الفيصلي. هل تكون العودة برأسية؟ هل تكون من الركلة الركنية؟ سيف صندوقة، الإبعاد من قبل اللاعب ليث جبر. أيها مسلحات، حمودي سيف، هاشم الحافي أمام عون الحنيطي، عون الحنيطي أمام ما هاشم، يقطع الكرة عون، رمي التماس لصالح النادي الفيصلي الآن. تعود الكرة سريعا، إبعاد، عبد العزيز المساعفة، سلمت، خالد حيصات، عادت مرة أخرى، انطلاقة لليمن عباس، ضغط لصالح النادي الفيصلي في هذه اللحظات. محمود الزعبي، تنفس سريعا، عبد العزيز المسعفة وسيف صندوقة،
الكرة تعود لصالح نادي عمان اف سي. الكرة الآن سلمت، خطأ، إعادة تنفيذ. حمود شهوان، محمد شهوان، محمد شهوان، طوليه للامام، قطعت عبر ليث العجلين، خالد حيصات، ولكن اقرب لها كريم ابو جباره، لكن الكره تذهب. الى خطا. عون الحنيط على التنفيذ، تنفذ عبر عون الحنيطي، فيها خطورة. يا عون، واو، يا إلهي يا إلهي يا إلهي، عون بهدف مارادوني. عون بهدف مارادوني. عون الحنيطي يقلص النتيجة، هدفين مقابل هدف. وكما قلنا في عالم كرة القدم لا يوجد من يضمن التأهل والفوز إلا مع صافرة النهاية. هدف خيالي وهدف رهيب من قبل اللاعب عون الحنيطي من العلامة الثابتة لتعود إلى هاشم الحافي. انطلاقة، محاولة تسديد، الآن تسديد، ولكن يا سلام على إحسان، إحسان شردم يبدع ويمتع في إبعاد هذه الكرة. رمي التماس، رمي التماس تنفذ. هاشم، طولية إلى زيد طبشات، أوفسايد على زيد. سيف صندوقة، عبد العزيز المسعفي، تمريرة جميلة لصاحب الهدف عون الحنيطي. عون الحنيطي وعبد العزيز، تمرير في المنتصف، طولية، خالد حيصات أمام هادي صالح، أيام سلاحات، انطلاق لأيام سلاحات، تمريرة ليث العجلين، ولكن هنا أوفسايد. إذا كان في موقع التسلل اللاعب ليث. تعود الكرة الآن، إلى رمي التماس أخرى، ما زالت 2-1. تعود، هذا هو فيصل حجازي، طولية إلى الأمام، عادت والابعاد، خالد حيصات، هناك خطأ. كان بالامكان عزيزي الحكم ان يعطي ادفانتج. اللاعب كان منفردا. عون، ايام سلاحات ينطلق، قطعت عبر حمود سيف، خطأ على حمود سيف. ضربة ثابتة، عون هل يفعلها مرة ثانية بستايل مارادوني؟ عون الحنيطي مارادونيا في المرة الأولى، مارادونيا في المرة الثانية. خطيرة الكرة، ولكن إبداع من الحارس والإبعاد من اليمان عباس. رمي التماس لعبت، إعادة تنفيذ للخطأ. الخطأ
ما زلنا في بداية الفترة الثانية. فيصل حجازي، الفيصلي الشوط الثاني أفضل من الشوط الأول، يضغط بشكل كبير، لم نرى عمان اف سي في الفترة الثانية. سيف خالد حيصات يتحصل على خطأ. عون الحنيطي مرة ثالثة. الثاني يلا بيشان الله، الثاني يلا بيشان الله. حاتم العبادي، حاتم العبادي، حاتم العبادي يفعلها، يفعلها أمل يمان عباس. حاتم العبادي تسديدة ورأسية ولكنها مرت بسلام لتذهب إلى ركلة ركنية. الآن الفيصل يضرب بالطول والعرض في الفترة الثانية، يريد تعديل النتيجة كانت في البداية. يا شباب ممكن تستريحوا شوي بس عشان أعرف أشوف، استريحوا يا شباب. ركلة ركنية، ركلة ركنية، هذا وليث العجلين. تلعب الكرة الآن، تنفذ رأسية والإبعاد عبر سيف عاشوري. تعود الكرة على الجهة اليسرى، زيد طبشات، ولكن الكرة تذهب إلى رمي التماس. سيف عاشوري إلى الأمام، هاشم الحافي أمام عون الحنيط ولكن طالت على هاشم لتذهب إلى رمي التماس للفيصلي. ليث العجلين، خالد حيصات، ليث العجلين على طاير تسديدة ولكنها بعيدة لتذهب إلى ركلة مرمى. هدف واحد آخر للفيصلي يغير المعادلة، واحد يعيد المباراة إلى نقطة البداية ويعطي دافع معنوي للاعبين. وهنا الانطلاق الآن حمودي سيف، سيف عاشوري بتمريرة بينية ولكن في موقع التسلل، وبطاقة صفراء بحق اللاعب هاشم الحافي. تبديل خروج لهاشم الحافي ودخول لعز الدين يونس. تعود خالد حيصات تسديده وابعاد من قبل حارس المرمى في هذه اللحظات. فيصل حجازي، حمودي سيف، خالد حيصات. اذا الفيصل يضغط بشكل كبير وفيصل يقوم بابعاد هذه الكره. تعود الكره على الجهه اليمنى، محاولة البحث عن حاتم العبادي لتعود إلى اليمن عباس. إذن هدفين مقابل هدف إلى الآن في هذا اللقاء. تنفذ الكرة أرضية إلى الجهة اليسرى، فيصل حجازي، طولية من فيصل حجازي أقرب لها عون الحنيطي، تعود إلى عبد العزيز المساع فيتحصل على خطأ عبد العزيز وتعود من بوابة عون الحنيطي. عون الحنيطي تنفذ عبر عون، تبعد عبر اللاعب سيف عاشوري. حمودي سيف أقرب لها، أيام سلاحات، خالد حيصات يستلم الكرة، خالد حيصات يعيدها إلى عون الحنيطي، طولية إلى الأمام، التغطية الدفاعية من كريم أبو جبارة لتذهب الكرة إلى رمي التماس لنادي الفيصلي في هذه اللحظات. سيف صندوق، عون الحنيطي، عون الحنيطي، تمريرة وخطأ لصالح عون في هذه اللحظات. سيف صندوق على التنفيذ، هذا الضغط الكبير يعني أشتم به هدف ثاني لأن نادي الفيصلي في باقي الدقائق المتبقية. سيف إلى أيها مسلحات على أقصى اليمين، أيها مسلحات عكسية طولية للاستلام حاتم العباد ولكنه في موقع التسلل. تلعب الكرة الآن،
إعادة تنفيذ لهذا الخطأ. تلعب الآن كرة سريعة سلمت إلى عون، إبعاد أقرب لها اليمن عباس. الفترة الثانية سيطرة بالطول والعرض للفيصلي، عليهم استغلال هذه الفرص التي تتاح لهم بشكل كبير. أسامة عز الدين أو عز الدين يونس إلى حمود السيف، طالت عليه، عادت إلى اللاعب حاتم العبادي. تمريرة إحسان شردم، عاشوري، هناك تبديل، أوه دخل آدم خليلي مكان اللاعب محمود الزعبي. آدم خليلي يلعب كمحمد صلاح، سريع. تعود الكرة الآن على الجهة اليسرى، أوف سايد على حمود السيف. الآن لنرى هل سوف تكون العودة للنادي الفيصلي. تلعب الكرة الآن طولية إلى الأمام، إبعاد عبر فيصل حجاز، هناك لمسة يد على سيف عاشوري. خالد حيصات بتركها لعون المارادوني، عون الحنيطي يفعلها ويسجل من العلامة الثابتة أم لا؟ عون الحنيطي، عون الحنيطي يلعب الكرة العكسية ولكنها بين يدي حارس المرمى، وهناك تدخل بينه وبين خالد حيصات. نتمنى له السلامة اليمن عباس. اليمن عباس إذا الفترة الثانية تحكم بأن الفيصل يقدم أداء كبير، يقدم مستويات كبيرة. عمان اف سي يلعب بدور دفاعي بعد احراز الهدفين. اذا ركلة مرمى فيصل حجازي، فيصل حجازي في السلك مرة أخرى. هذا السلك حكاية والله عجيبة غريبة والله. فيصل حجازي يلعب الكرة الطولية إلى الأقصى، إلى أقصى اليسار، ولكن الكرة تطول على حمود سيف وتذهب بدورها إلى رامي التماس، إلى أيهم سلحات. أيهم حمود سيف تعود إلى زيد طبشات، قطعت من أمامه، عادت إلى عاشوري، سيف عاشوري، عاشوري محمد الشهوان يحاول التسديد، قطعت، عادت إلى ليث العجلين. ليث انطلاقة عبر اللاعب آدم خليلي الآن، ولكن تقطع هذه الكرة تعود لليث العجلين. ليث العجلين، ليث العجلين بتمريرة، انطلاقة عبر حاتم العبادي، حاتم العبادي يحاول الدخول، حاتم العبادي يبحث عن مساندة، يلعب كرة إلى خالد حيصات، خالد حيصات على مرة على مرتين، يا سلامة هنا الاستلام عبد العزيز المساعفي، طولية إلى خالد، خالد خالد حيصات، تسديد الآن، وتعود آدم خليلي، آدم خليلي، آدم خليلي تسديدة، ولكن هذه المرة إبعاد من قبل حارس المرمى. يعني عزيزي أعتقد حتى هذه الكرة مشكوك بأمرها إن كانت تسللا أم لا. اللاعب لم يكن متسللا وارتطمت في لاعب عمان اف سي. بالنهاية هذا يعود لقرارات لجنة التحكيم، الحكام كيف يستطيعوا ان يروا هذا الامر، ولكن قانونيا وفنيا كرة اللاعب آدم خليلي لم يكن متسللا بتاتا، لم يكن بتاتا. خطوة ضربة ثابتة، عون الحنيطي طولية إلى الأمام، عادت إلى عون، إلى آدم خليلي، ليث العجلين تسديدة ولكنها بين يدي اليمن عباس، ولكن هذه المرة
تعود إلى اليمن عباس مرة أخرى. فيصل حجازي تعود وتقطع، حاتم العبادي تسلم على أقصى اليمين، هناك محاولة الدخول حمودي سيف، خطأ لصالح فيصل حجازي في هذه اللحظات. انطلاقة إحسان شردم، إحسان يطالب اللاعبين بالتقدم إلى الأمام، طولية من إحسان، حاتم العبادي قطعت عبر سيف صندوقة، حمودي سيف على الجال اليسرى، أيهم سلحات، أيهم سلحات، ولكن الكرة تعود وتذهب إلى رمي التماس لصالح النادي الفيصلي في هذه اللحظات. هناك إصابة، نتمنى السلامة لهاشم الحافي في هذه اللحظات بعد سقوطه على الأرض. تعود الكرة، لمسة يد على حمودي سيف، عون الحنيطي، هل تكون اللمسات الأخيرة تحمل في طياتها هدف التعديل؟ كرة تلعب الآن لبعاد عبر فيصل حجازي، راسية مرة أخرى، سيف، عون، آدم خليلي، تلعب الكرة الآن وتذهب بدورها. في الثواني الأخيرة الفيصلي وعما نفسي، لنرى من سوف يكون حاضرا أمام آر إس إي لايونز وتذهب بدورها إلى ركلة مرمى، لنرى من سوف يكون يعني حاضرا في الفاينل. إحسان بلعب الكرة سريعة إلى الجهة اليسرى من أجل تنفيذ رمية التماس، تنفذ، تعود سيف مرة أخرى، عون عبد العزيز، ولكن حمود الشهوان في هذه اللحظات، محمد الشهوان، تمريرة إلى أقرب لها إحسان شردم في هذه اللحظات، وهكذا يعلن الحكم تأهل نادي عمان نفسي على حساب النادي الفيصلي بهدفين مقابل هدف إلى النهائي ليلاقي آيرس لاينز، ليلاقي النادي الفيصلي على الحسين إربد في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة كأس الأردن لشباب كرة القدم، والتي تبث حصريا عبر موقع وتطبيق رؤية تي في. نراكم إن شاء الله يوم الجمعة، إلى اللقاء.